مشاهدينا اهلا ومرحبا بكم في هذا الخبر من شاشه شوف تي في. قررت وزاره التعليم العالي اعاده نظر في مسطره توظيف الاساتذه بالجامعات المغربيه بعد ما وقفت الوزاره على عدد ضخم من الشكايات وصلت بها هي ومؤسسه الوسيط حول تلاعبات وعدم الشفافيه في مباريات توظيف الاساتذه واللي كيغلب عليها الولاء الحزبي. الاخبار القادمه من وزاره عبد اللطيف المراوي كتحدث عن احداث لجان خاصه للتوظيف مع اعتماد شبكة موحدة لتنقيط ملفات دكاترة المرشحين وفرض شروط بخصوص المستوى اللغوي للمرشح وإلمامه باللغات الأجنبية وتجربته البيداغوجية ومستوى إنتاجه العلمي. وكتجي هذه الإجراءات حسب مصدر من الوزارة دائما من أجل إنصاف أصحاب الكفاءات الجامعية من دكاترة وباحثين اللي اشتكوا مرارا من عدم الشفافية والمصداقية في مباريات توظيف الأساتذة المساعدين بالجامعات. بهذا مشاهدينا غادي نوصلوا لنهاية هذا الخبر، إلى اللقاء.